أسعد الله صباحكم جميعاً. إليكم ملخص الحالة والأحوال الجوية التي تمر بها المملكة، ونبدأ بانخفاض ملموس على درجات الحرارة خلال الساعات القادمة بمشيئة الله، وطقس شديد البرودة وعاصف وثلوج في أعالي المرتفعات العالية. وإلى التفاصيل. أعزائنا متابعين طقس العرب، أسعد الله صباحكم. إليكم أبرز التحديثات الجوية فيما يخص الأحوال الجوية القادمة بمشيئة الله، ومن ثم ننتقل إلى مندوبينا في باقي مناطق المملكة ونبدأ بالتفاصيل. يستمر اليوم الثلاثاء بمشيئة الله تعمق المنخفض الجوي على المملكة والمصنف من الدرجة الرابعة، والذي يترافق مع كتلة هوائية شديدة البرودة في طبقات الجو كافة، بحيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة وتكون أقل من معدلاتها المعتادة لمثل هذا الوقت من العام بما يقارب 8 درجات مئوية، ويكون الطقس شديد البرودة وعاصفا وغائما وماطرا بغزارة في شمال ووسط المملكة، مع تساقط كثيف من البرد أحيانا، وتؤدي هذه الهطولات إلى جريان كبير وتشكل السيول وارتفاع منسوب المياه في معظم المناطق. وكما نشاهد هنا من خرائط أنواع الهطول الواردة لدينا في مركز طقس العرب، يتوقع بمشيئة الله استمرار تساقط الثلوج في ساعات الصباح وتراكمها فوق المرتفعات الجبلية العالية التي يزيد ارتفاعها عن 1000 متر عن سطح البحر، والتي تشمل أعالي جبال جرش وعجلون وأعالي محافظة المفرق والمناطق القريبة من جبل العرب، بالإضافة لقمم غرب العاصمة عمان وقمم البلقاء مثل أعالي منطقة سويلح وتلاع العلي وجبيها والجامعة الأردنية ودابوق أبو علندا والمناطق المحيطة. على أن يرتفع مستوى تساقط الثلوج في بقية يوم الثلاثاء فوق المرتفعات الجبلية العالية التي تعلو أكثر من 1100 متر عن سطح البحر، مما يعني أن مرتفعات العاصمة والبلقاء ستصبح الثلوج بها مخلوطة في الأمطار. وكما نشاهد هنا من سرعة هبات الرياح، الرياح تكون غربية قوية السرعة بمشيئة الله، تصل هباتها وسرعتها تكون شديدة لتلامس سرعتها 100 كيلومتر في الساعة في بعض المناطق المكشوفة، بالإضافة إلى جبال الشراء، وتؤدي إلى حدوث موجات غبارية كثيفة في المناطق والطرق الصحراوية التي لم تتعرض لهطولات مطرية. بعض التحذيرات والتوصيات فيما يخص الأحوال الجوية القادمة بمشيئة الله، أولها مخاطر جريان الأودية وتشكل السيول وارتفاع منسوب المياه في شمال ووسط المملكة، وأيضا الانتباه أثناء القيادة في طرق المرتفعات الجبلية العالية من مخاطر الانزلاق نتيجة لتساقط الثلوج والبرد بمشيئة الله، وأخيرا مراعاة الاستخدام الآمن لوسائل التدفئة. من هنا من مركز طقس العرب هذه هي التحديثات، ننتقل الآن إلى الزميل محمد السبايلة مندوبنا في طقس العرب في المناطق الشمالية من المملكة. محمد صباح الخير. صباح الخير لك مهند، وصباح الخير لكل متابعينا. نعم مهند، احنا الآن في منطقة جرش على مرتفعات سوف تقريبا على الارتفاع 1190 تقريبا، شهدت المحافظة عجلون وجرش مرتفعاتها من ارتفاع تقريبا 1100 لغاية 1200 تساقط الثلج مع التراكم واضح جدا كان للثلج. طبعا شهدتها من ليلة أمس لغاية الآن تساقط الثلج، التراكمات تقريبا حاليا تقريبا تقدر من 5 إلى 7 سنتي التراكمات الثلجية في المنطقة اللي احنا موجودين فيها. نعم مهند، أعود إليك. شكرا محمد. ومن هنا ننتقل إلى الزميل عامر القحف في المناطق الوسطى وتحديدا في العاصمة عمان. صباح الخير عامر. صباح الخير مهند، صباح الخير لك ولجميع المتابعين، صباح عليك بالخير. مهند كما تلاحظ تساقط كثيف للثلوج هنا في لاع العلي الشمالي على ارتفاع 1070 عن سطح البحر. استمرت الثلوج اخي مهند من الليله الماضيه وحتى صبيحه هذا اليوم، وحتى الان مستمره بوتيره متوسطه الى غزيره، ولا تزال كما تلاحظ الثلوج تتساقط هنا في شمال العاصمه عمان. التراكمات بلغت ما بين 3 إلى 6 سنتي حسب الارتفاع المنطقة من 1000 إلى 1070. احنا متواجدين بمنطقة 1070 في تلاع العلي الشمالي، تساقط جيد وممتاز وغزير للثلوج من بعد ساعات الفجر هذا اليوم السادس صباحا وحتى اللحظة اللي احنا بنبث فيها. كل التحيات لكم، إن شاء الله تعم الثلوج يعني جميع المناطق بإذن الله تعالى، صباحكم أبيض مبارك. شكرا للزميل عامر، ابقوا معنا لتحديثات قادمة بمشيئة الله مع استوديو مفتوح سيكون لتغطية هذه الحالة الجوية على مدار فترة هذا اليوم، ودمتم في أمان الله. النشرة الجوية
تأتيكم بالاشتراك مع حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده. المناصير للزيوت والمحروقات. قهوة الغزالين، قهوة سريعة التحضير. شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن. شاي الغزلين، جيل بعد جيل نفس الطعم الأصيل. المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري.